السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ في الفيديو ده ان شاء الله هنشرح ازاي نوقف التحديثات في الويندوز، سواء كان ويندوز 10 او ويندوز 11، وهنعرف برضو في الفيديو ده ازاي نقلل استهلاك الانترنت في الويندوز. طبعا قبل ما نبدأ في الشرح، مش تنسى تشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل الفيديوهات الجديدة، ويلا بينا على الشرح. طبعا اول حاجة هتحمل الأداة اللي هي ظاهرة قدامنا دي كده، هتفتح الأداة بالشكل ده، طبعا بتكون ظاهره لك بالشكل ده كده. هتفتح الفولدر هتلاقي هي دي ملفات الاداه. طبعا هتلاقي عندك هنا نسختين من البرنامج، اللي هي النسخه من غير ارقام وفي نسخه فيها 64. ده لو الويندوز بتاعك 32 بت هتستخدم الاداه اللي فوق دي، ولو ويندوز بتاعك 64 بت هتستخدم الاداه اللي تحت. طيب لو احنا عايزين نعرف الويندوز 64 ولا 32، هتيجي على زيس بي سي وهتضغط كليك يمين وهتختار بروبرتيز. هتلاقي هنا زي ما احنا شايفين الويندوز 64 بت اللي هو اللي ظهر قدامنا كده، ده معناها ان نسخة الويندوز عندك 64 بت، يبقى احنا هنستخدم الاداة نسخة 64. نفتحها بالشكل ده كده. تعالوا الاول نتأكد نشوف التحديثات شغالة في الويندوز ولا لا. هتيجي على السيتنج بتاعت الويندوز وهتفتحها، وهتيجي على الويندوز ابديت اخر خيار. هتلاقي زي ما احنا شايفين كده التحديثات موجوده منتظره انك تحملها. زي ما احنا شايفين كده في تحديثات ظاهره اهي، حتى لو حاولت توقف التحديثات خالص مش هتعرف توقفها. هتلاقي في خيار يوقف لك التحديثات لمده 7 ايام كاقصى حد، وبعد كده هتشتغل تاني. طيب كده التحديثات شغاله، تعالوا نوقف التحديثات من البرنامج. طبعا واجهه البرنامج سهله جدا، ولو عايز تغير اللغة ممكن تيجي من خيار المنيو هنا اهو، هتلاقي فيه في لانجويج كل اللغات اللي انت عايزها ومنهم العربي. طبعا الواجهة زي ما احنا قدامنا كده، اول خيار عندك فعل التحديثات اللي هو الانيبل ابديتس، وفي الديسيبل ده لو انت عايز توقف التحديثات كده. علامة الصح دي معناها ان التحديثات شغالة، هتضغط على خيار ديسيبل وتضغط على ابلاي ناو، وهننتظر 5 ثواني وهنضغط كمان مرة زيادة التأكيد. كده التحديثات وقفت. لو جربنا ندخل في الاعدادات كده هتلاقي هيقول لك في مشكله في التحديثات، ده معناه ان التحديثات وقفت ومش هتشتغل تاني. زي ما احنا شايفين هتفضل تحمل ومش هيبقى في تحديثات هتظهر لنا. كده التحديثات وقفت. طيب لو انا عايز اشغلها تاني، مثلا عايز احدث حاجه او عايز انزل تعريفات، فهتيجي على نفس الخيار نفس الاداه، هتيجي على اول خيار اللي هو الانيبل ده وهتضغط عليه وتضغط على ابلاي ناو، هتنتظر 5 ثواني هتلاقي الأداة شغالة التحديثات. هتضغط كمان مرة على apply now وهننتظر. تعالوا بقى نتأكد نشوف التحديثات شغالة في ويندوز ولا لأ. هنفتح برضو الإعدادات، هتيجي على الأبديتس. طيب زي ما احنا شايفين كده هتلاقي بيحمل، زي ما احنا شايفين ان التحديثات اشتغلت تاني من غير اي مشاكل، وتقدر تحملها تاني وتستخدم الخدمه من خلال الاداه الممتازه الصغيره دي. طيب لو احنا عايزين نقلل استهلاك الانترنت في الويندوز، يعني لو عندك الويندوز بيحمل ملفات كتير بيحمل تحديثات، هقول لك على طريقه ازاي تقلل بقى الاستهلاك بنسبه 90% من خلال خيار في الويندوز بدون اي برامج. هتضغط على كليك يمين على علامه انترنت، هتلاقي فيه علامه النتورك اللي هي ظاهرة قدامنا دي كده، هتيجي على أول خيار اللي هو الإيثرنت، هتلاقي فيه تحت هنا خيار اسمه مترد كونكشن أو الاستخدام المحدود لو بتستخدم الويندوز عربي. الخيار ده هتلاقيه مقفول عندك كده بالشكل ده، هتفتح الخيار ده. الخيار ده مسؤول إن هو بيعرف الويندوز إنك أنت عندك باقة أو عندك الإنترنت محدود، فلما بتفعل الخيار ده بيقلل معاك الاستهلاك بنسبة 90%، وأنا شخصيا استخدمته فترة لقيته قلل معايا استهلاك الإنترنت جدا. وده خيار ممتاز ممكن تكون الناس مش عارفاه، فده مهم جدا انك تفعله لو عايز تقلل استهلاك الانترنت. ده كان شرح بسيط جدا عن ازاي توقف التحديثات وتقلل استهلاك الانترنت. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، لو اي حد عنده اي استفسار او اي سؤال في الويندوز يكتب لي في التعليقات وان شاء الله هفيدكم. استناكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.